حلقة جديدة من برنامج أم العيال على سوبر ماما. النهاردة هنتكلم عن إزاي تعرفي وإزاي تتعاملي مع البيبي لما يسخن. طبعا السخونة من الحاجات الخطيرة جدا، يعني ممكن تبقى حاجة بسيطة وعلاجها بسيط، بس هي من الحاجات الخطيرة لازم أمهات تخلي بالها منها جدا. وانس إن البيبي سخن لازم يعني تتصرف، وغالبا كده كده هتحتاج إنها تروح لدكتور. بس أنا هديكي شوية إرشادات تساعدك. مبدئيا أول حاجة، إزاي تعرفي إن البيبي سخن؟ اول ما هتلاقي حركته قلت، تلاقيه مثلا في العادي بيتحرك كتير بيلعب، تلاقيه شكله خملان شكله تعبان، غالبا هيكون بيعاني من سخونه. بوسه صغيره على جبينه، يعني لو بوستيه كده على جبينه هتقدري تعرفي اذا كان سخن ولا لا. في ناس تانية تقول لك امسكي ايده ورجليه جسيهم كده، ده اللي هو الحاجات المبدئيه اللي هو عشان ابقى عارفه اذا كان سخن ولا لا. امسك ايده كده ورجليه ونشوف اذا كانوا دافين ولا لا. الطريقه اللي المفروض ان احنا بنستخدمها في قياس الحراره طريقه طبيعيه هي الترمومتر. هنتكلم دلوقتي عن ثلاث طرق لقياس الحراره. اول طريقه هنقيسها من تحت الباط، ودي الطريقه الشائعه، او هتقيسيها من فتحه الشرج، او القياس عن طريق الاذن. القياس عن طريق الودن او بيحتاج ترمومتر مخصوص، هي بتبقى دقيقه جدا، بس الترمومتر ده غالي جدا. فالعادي الطريقتين اللي هنستخدمهم اللي هو يا اما تحت الباط يا اما من فتحه الشرج. دلوقتي هوريكي طريقه قياس الحراره بالترمومتر من تحت الباط. عادي جدا، هتحطي الترمومتر وهنقفل على ايديه كده. طبعا هو مش هيبقى طايق نفسه وهيبقى متعصب ومتضايق، هنلعب معاه شويه لحد ما نقدر ناخد قياس الحراره. دي الطريقه اللي احنا بنقيس بيها الحراره من تحت الباط، بنحطها وبنثبتها لشويه دقيقتين ولا حاجه لحد ما تطلع النتيجه. بنلعب مع البيبي علشان خاطر ما يعيطش. اما الطريقه الثانيه فهي لما نيجي نقيسها من فتحه الشرج، هي مش مفضله لان البيبي ممكن مع الحركه ممكن الترمومتر يتكسر، ممكن يعوره، فمش مفضله. بس المهم لو انت هتقيسيها من فتحه الشرج، بتحطي الترمومتر وبتقفلي على المؤخره بتاعته، بتقفليها كده عشان هو تضمني انه ما يتحركش، فما يتكسرش جوه او ما يحصلش اي مشكله او ما يتعورش. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ان انا بقيس الحراره من الودن بالترمومتر مخصوص لده، بس الترمومتر ده غالي، لو عرفتي تحصلي عليه ده ابسط واسهل بكتير. بالنسبه للترمومترات اللي بتقيس وبتديني رقم، انا بحسها انها مش دقيقه قوي. لو عندك ممكن ما يديكيش قياس حقيقي. انا بستعمل الترمومتر ده اللي هو العادي خالص، تمام، وعادي بحطه بيديني عاده قرايه اقرب حاجه للقرايه الصحيحه. دلوقتي احنا عرفنا ازاي اعرف اذا كان البيبي سخن ولا لا، وازاي بنقيس الحراره. باقي نقطه اخيره، خلاص طلع ان البيبي عنده حراره لحد درجه 37.5، المفروض انه لسه يعني تحت الملاحظه، او حتى لحد 38 بيبقى تحت الملاحظه، بنلاحظه كده ونخلي بالنا منه. فوق ال 38 غالبا البيبي هيحتاج مخفض حراره. كده كده لازم قبل ما تدي له اي ادويه لازم تسالي الطبيب وتتاكدي ان دي حراره عاديه جدا، ما فيش اي مشكله، مش ناتجه عن فيروس، مش ناتجه عن لا قدر الله مثلا نازله معويه، مش ناتجه عن اي حاجه تانية. لازم تتاكدي، لان الحراره فعلا من الحاجات الخطيره جدا على البيبي. دلوقتي بقى الاجراءات الطبيعيه اللي تعمليها لو درجه حرارته يعني مرتفعه شويه، وازاي تتعاملي معاها. تدي له حمام دافي او تعملي له كمادات ميه دافيه. تحاولي ان انت دايما تخلي جسمه يعني مليان سوائل، تشربيه عصاير، تشربيه ميه كتير علشان جسمه ما يفقدش ميه، وده بيساعد زي الكبار بيساعد على نزول درجه الحراره. واخر حاجه ما تبالغيش في تدفئته وهو جاي ينام، ما تغطيهوش باغطيه كتير على اساس ان هو بقى كده ايه انك بتدفيه فكده الحراره تنزل. دي حاجه مش صحيحه. دلوقتي احنا خلصنا كل الحاجات اللي المفروض نعرفها عن الحراره وازاي نتعامل معاها. نصيحه مني ليكي، اوعي تهملي درجه الحراره مرتفعه. لو فضلت درجه الحراره مرتفعه بعد كل الاجراءات دي، او حتى بعد المخفض اللي الدكتور هيكتب لك عليه، فضلت الحراره عاليه، ما تتردديش ثانيه انك توديه للدكتور او تطلعي بيه على المستشفى عشان تتاكدي بس ان دي حاجه عاديه ما فيش اي مشكله. طبعا الحراره اللي بتبقى مشكله اللي هو 38.5 39، الطبيعي اللي هي بتبقى كده درجه حراره عاليه وما بتنزلش، لازم نلجا لطبيب على طول. بس احنا كده خلصنا النهارده كلام عن درجه حراره البيبي وازاي ان انا اخفض حرارته. استنيني في فيديو جاي يوم الاثنين الجاي في برنامج ام العيال على سوبر ماما. باي باي.